عندي واحد في نفس الوقت عندي واحد العزينه ديال الفطائر بالسميده كتجي مقرمشه وبلاد ليك واخا كنديرو في مولينكس جوج كيسانونس حتى لثلاثه ديال المدافي كنديرو كاس ديال السميده رقيقه وجوج كيسان ديال الفورس معلقه كبيره ونص ديال خميره الخبز واحد الخماره معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال السنيده وجوج معالق كبار ديال الحليب بودر كنطحنوا هادشي كامل في الخلاط وكنخليوه يرتاح واحد 15 دقيقه من بعد كنخويه في القصريه وكنزيدوا ليه نص كاس ديال العنبه ديال الزيت زيت المائده صافي وكنجمعوا بالدقيق حتى كتجمع لينا عادي العجينه با كندلكوها ما والو المهم كتجمع لينا ديك الساعه كتضيفي غير طحين الفورس بوحدو الدقيق صافي كنجمعوها وكنسرحوها كنديروا الشكل اللي بغينا يعني على شكل ضفيره ولا على شكل كومير كل واحد شنو كيبغي الشكل كيعجبو ولا شكل قريصات اللي كيبغي وكنخليوها تخمر من بعد ملي كتخمر كناخذ واحد معلقه صغيره ديال مركز الطماطم كنخلطوه مزيان مع واحد الصفر ديال البيضه صافي وكندهنوا به دوك لي باغيت ولا داكشي اللي عمرنا وكنرشوا اما بالبافو ولا بالزنجلان ولا لا كل واحد زراري على حسب اييه صافي كنحطوا الفران الحشوه راه يعني كاينين الحشوات بزاف الا بغيتي نعطيك الحشوه نعطيها لك يعني هاد العجينه اللي بسميده كيف ما قلتي نديروا بها اي حاجه بغينا نعمروها بحشوات مختلفه هذاك الشيء اللي كاين غير هذه كتختلف على هذيك ديال فعلا وحدها اييه كتجي مقرمشه زوينه بزاف اييه واخا كتجي غزاله واخا عطينا اقتراح قلتي ديال الحشوه ياك نعطيك الحشوه في الحشوه ناخذ جوج بصلات كبار مشلطين وثلاثه ديال الفلفلات كلشي مقطع يعني كانوا الفلفلات ملونين مزيان الا ما كانوش نديبانيو بالخضرين الفلفل الخضر صافي كنقطع كلشي مرصوات صغيورين وكنديرهم في مقله مع شويه ديال الزيت ونقصوا البوطه ديروا مقله ثقيله ونقصوا البوطه صافي ونخليوهم حتى يدبلوا مزيان نغطيهم بواحد الصينيه ونخليهم حتى يدبلوا بلي يتلصقوا مع وليو يتلصقوا مع المقله ونزيدوا خزو مشكوك خزو مشكوك رقيق يعني كميه عيننا ميزاننا ما غاديش نقدروا نديروا اييه ونزيدوا شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره صافي ونخليو داكشي يتشحر مزيان ونزيد واحد البواطه ديال الشامبينيون حتى هي مقرده رقيقه ونزيدوا الكفته الكفته وشويه ديال الكمون ونشحروا داكشي مزيان صافي وملي طيب نحيدوها من البوطه ونزيدوا لها شويه ديال الهريسه ونعمروا بها ونقدروا نزيدوا لها حتى الفرماج مشكوك اييه الفرماج حتى هو من بين الاضافات المهمه في هاد الفطائر والعجائن اييه صافي ونعمروا بها اييه يعطيك الصحة كدير زوينة هاد الحشوة تبارك الله عليك المهم هي هاد القاعدة ديال هاد العجين وكيف ما قلتي بالنسبة للحشوات على حسب اللي متوفر عندنا في الثلاجة ممكن أننا نعاودو نديرو به حشوات مختلفين هذاك الشيء اللي كاين يعني السيدة غتفنن في الحشوة فعلا أي حشوة كتعجبها غادي ديرها